للزمالك ألفريد ريدل. حكم المباراة كان يانجو من الكونغو، مقابلته كانت طيبة جدا. هيك فريق وجد إلى جانبه طبعا جمهور يساندو في هذا الملعب استاد القاهرة. الدقائق الأخيرة كانت دقائق فعلا حرجة بالنسبة للترجي الرياضي التونسي، بالنسبة لكل الحاضرين، لأنه نتيجة تعادل 0-0 هي نتيجة إيجابية جدا بالنسبة للقاء الذهاب لكأس أفريقيا للأندية. واحد واحد أو 2-2، لكن تعادل سلبي 0-0 يعتبر بداية اللي عشناه، يعتبر مباراة، يعتبر نتيجة طيبة جدا. مش أي فريق قادر يخرج معناها مباراة تعادل في أجواء مثل اللي عشناها قدام فريق محترم رغم التعادل، يعني اللي أتيحت له عدة فرص كما أتيحت فرص للترجي. وهذا شوط أول ضمننا فيه نتيجة طيبة، يبقى مباراة العودة في تونس حيث لابد أن نسجل عدة أهداف حتى نضمن اللقب الإفريقي هذا. والله النتيجة هذه تأكد جدارة الترجي، ولو ظهرنا في الأدوار اللي مضت معناها في نيجيريا في الجزائر، وأنه الترجي يحتل عن جدارة المكانة اللي عنده والسمعة اللي كسبها من المباريات الإفريقية. هذا شيء صعيب جدا، لكن الأصعب هو التحصل على اللقب هذا، وابتداء من غدوة باش نبداو نتحضروا لمباراة العودة ونرسموا الخطوط التكتيكية والتحضيرات اللازمة، حتى معناها ما يلزمش التعادل هذا يخلينا نحلم وأن حرزنا على اللقب. اللقب مازال بعيد ومازالت مباراة فاصلة فيها 90 دقيقة قدام فريق عنيد، قدام فريق عنده مهارات فردية طيبة ومهارات يكونوا واقعيين ويعرفوا أنه اللقب ما يحصل إلا بعد تصفية الحكم أثر 90 دقيقة لاعب في ملعب المنزه. سوزي، شو نجم تقول بعد التعادل هذا 0-0؟ نوعا ما الواحد حس براحة الضمير براحة بصفة عامة في انتظار مقابلة العودة. لا باش تكون معناتها ماهيش باش تكون سهلة، لكن حظوظ الترجي وافرة جدا. كما قلت الصحفيين المصريين، كون الزمالك ما خلق حتى فرصة تذكر إلا مع الكرات الثابتة اللي دخلوا بكلهم في بطبيعة حال مع في عجة من اللاعبين، ينجم أي لاعب ينسى الكرة في انتظار من تظهر هذيك المباراة كاملة، ولا فرصة تذكر من ترجل لا ظهر لا اسمه أوسكار ولا خالد الغندور ظهر لي. معناتها حكمنا في وسط الميدان وفي الدفاع كنا مركزين، وكل لاعب كان يعرف دوره معناتها على أحسن مراحل حالته كما يقولوا شربة المية، وكل لاعب قام بالدورة نتاعه والدور البطولي. ونهني اللاعبين في انتظار المقابلة هذه. مش أي فريق يخرج بنتيجة تعادل معناتها في ملعب القاهرة أمام جمهور غفير كما اليوم تقريبا 100,000 متفرج، إذا ما يكونوش اللاعبين أعصابهم صحاح وشدين معناتها أرواحهم واثقين من كلماتهم واثقين من أنفسهم ما يخرجوا بالتعادل. ولو كنا نجموا ننتصروا لو أسعفنا شوية الحظ، والحارس الزمالك اليوم كان في يوم خرج عدة كرات، فانت كنا نجموا ننتصروا يمكن حتى بأكثر من هدف. تشوفوا في المقابلة الكل الترجي خلق أحسن فرص للتسجيل من الزمالك. الزمالك حتى جاءوا ضربتين على العارضة الكل على الكرات الثابتة لا أكثر ولا أقل. كانت مقابلة صعبة كما نقلتها، والجمهور في المستوى.